السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم وسهلا في هذا المباشر اللي لا فيه بإذن الله تعالى عن أصحاب الزرقلاف <applause> الذين يستعملهم طبعا نظام الاحتلال المغربي في معركته لسلب حقوق الصحراويين إذن في هذه الحلقة لا عن المنتفخين في الصحراء الغربية منتفخي المخزن الذين وضعوا يدهم مع المحتل المغربي ليقوموا بادامه معاناه شعبهم اللي مشتت بين المناطق المحتله وبين مخيمات العزه والكرامه حيث يتواجد اللاجئون. اذا لا تنسوا مع بدايه هذا الفيديو ان تقوموا بمشاركته سنبدا على بركه الله بعد لحظات إذا لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم مرحبا وسهلا سالك إبراهيم سام علي مرحبا وسهلا جابر جابر محمد أباه مرحبا وسهلا صحراء أحمد مرحبا وسهلا والله إذا شاركوا الفيديو من فضلكم بيضاني بيضاني مرحبا وسهلا صحراوي صحراوي وعليكم السلام ورحمه الله قادري قادري مرحبا وسهلا تحياتي للجزائر ولمتابعينا هناك اذا نبدا على بركه الله دعونا في البدايه طبعا نترحم على الشهيد شداد او سالم الشداد رحمه الله عليه القائد الصحراوي الكبير الذي فقده جيش التحرير الشعبي الصحراوي وفقده الشعب الصحراوي برمته على اثر سكتة قلبية واللي يوري جثمانه الثرى ليلة أمس ذن نسأل الله نسأل الله له الرحمة والمغفرة ونسأل كذلك الرحمة لكل الشهداء الذين سقطوا في سبيل هذه القضية ويجعل إن شاء الله الخير والبركة في أولئك الذين لا زالوا على العهد والذين لا زالوا في واجهه القضيه يدافعون عن شعبهم ولم يخونوا هذا الشعب ولم يتخلوا عنه ولم يذهبوا من اجل مصالحهم او يتبعوا مصالحهم مع المحتل المغربي الذي يستطيع طبعا ان يغدق الاموال والمصالح على كل من اراد ان يبدل المسار. رحمه الله على الشهداء واكيد انه القضيه الصحراويه دائما ييسر الله الله سبحانه وتعالى رجالا ونساء في يعني مسارها الطويل نحو الاستقلال باذن الله تعالى والى الامام كالعاده اذا في هذه الحلقه سنتحدث عن اصحاب الزرقلاف طبعا المصطلح مستوحى من ما يوجد في الزريبة من بيع وشراء في سوق الانتفاخات التي تسمى الانتخابات واللي لا أحد يجادل بأنها مزورة مية في يعني لا تكلمنا عن واحد في ولا 2% في من أولئك الذين نجحوا نجحوا في غفلة من أصحاب المال ولكن إجمالا نتحدث عن ثمانية في من اللي طبعا كيف قلت لكم 98% من اولئك الذين زوروا الانتخابات وسطوا على اراده الشعب اهميه هذا الموضوع هو في خطوره في خطوره الطريقه التي يستعملها المخزن للالتفاف على حق الشعب الصحراوي لأن لا بد للمخزن من آليات يعني من أجل أن يسطو على حقوق الشعب الصحراوي لا بد له من آليات هذه الآليات من ضمنها ما يسمى بالمنتفخين أو المنتفخين هذه آليات مهمة جدا للكذب على المنظمات الدولية يعني المخزن وهو يتخاطب مع العالم يعرف بأن العالم لا يصدق أكاذيبه يعلم بأنه المخزن كلامه غير ذي جدية لذلك يبحث عن الآليات اللي ممكن يبرر بها كلام فلذلك يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى المنتفخين يلجأ إلى أولئك الذين سمنوا بسبب الأموال العامة التي يسرقون كل ست سنوات يعني كل ست سنوات وهم يصولون ويجولون في المال العام ويعدلوا مصالحهم ويجروا معاهم واحدين ثانيين واستقطبوهم معاهم ويدخلوهم في هذه اللعبة وكل ما نادى عليهم المخزن، كل ما قال لهم يلا راني محتاجكم إلى المؤتمر الفلاني، محتاجكم في جنيف، والله محتاجكم في بروكسل، والله محتاجكم في نيويورك، يهرولون طبعا يخلص عليهم الطيارة، والأوتيل والأكل، والشرب، ومصروف الجيب، ويكتب لهم المداخلات، ويقدمهم في هذه المنتديات، ويقول لهم أقراوا ذاك الشيء اللي كتبت لكم، على أساس أنه وهذا هذا ينطق ينطق باسم الصحراويين. يعني يريدون أن يوهموا العالم على أن هؤلاء الذين يتحدثون جاءوا يتحدثون باسم الشعب الصحراوي وأنهم يعني خلصوا الطيارة على على, على حسابهم و مخلصين على حسابهم وكاتبين هذه المداخلات انطلاقا من الواقع فيظن العالم على أنه هذا هو واقع الصحراوي وهذا كله هو داخل في إطار الخطة التي يشتغل عليها المخزن واللي هي خطة 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 مخابراتية متكررة متلاشية ما عادت تنفع في أي شيء وأكبر دليل على ذلك هو حكم محكمة المحكمة الأوروبية بالأمس الذي صدم الاحتلال المغربي وكسر كل خططه بل يعني أعاده إلى حجمه الحقيقي وأظهر بأنه هذه السبل وهذه المكائد وهذه الخطط ما عندها مستقبل ولا يمكن أن تبقى طويلاً ممكن على أنها تربح سنة أو سنتين من النهب والسرقة. لأنه هذا الذي قام به من 2018 إلى يومنا هذا ولكن جاء جاء وقت الحقيقة وانكشف كل شيء وظهر على أنه هؤلاء المنتفخين لا يمثلون الصحراويين ولا علاقة لهم بالصحراويين إذا كانت هناك علاقة الدم أو القرابة ولكن نتكلم عن الطموح الصحراوي ونتكلم عن التاريخ الصحراوي ونتكلم عن الدولة الصحراوية ونتكلم عن, 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 عن أحلام الصحراويين ومطالبهم فهؤلاء لا علاقة لهم بالصحراويين ها وعلاقة عندهم علاقة بالمخزن واللي شغلهم اللي هو المخزن ومن يدفع لهم اللي هو المخزن أريد أن أدعم كلامي بياسر من من التصريحات اللي وجدت على رأسها هو ما قاله والي الاحتلال مؤخرا والي العيون المحتله اللي هو عبد السلام بكرات في العيون المحتلة الذي يعني جاء ليقدم لكم ما يسمى بالانتخابات لأن وقبل أن نستمع إلى ما قاله نرجع لردود فعل هؤلاء الذين نسموهم أو يسموهم هم ممثلي الشعب واعتمدوا بالأساس يوم أمس على على رئيس ما يسمى بجهات الداخلة خطاط ينجا واستعملوا كذلك ما يسمى برئيس جهة العيون الساق الحمراء وما ايش اللي هو حمدي ولد الرشيد الصغير بين القوسين إذن اعتمدوا على هذين الشخصين باش يردوا. يردوا على ماذا؟ يردوا على 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 على, على حكم قضائي. كيف لا كيف عاد واحد يتعارك، واحد عنده النووي في المعركة، وواحد جايب لك قصبة ويتحدى النووي. يعني هذا هذا هو المشهد اللي ممكن على انه واحد يصور لكم اش واقع واحد عنده النووي ويخبط بالنووي وواحد جايب قصبه يقول له راني له نغلبك ان شاء الله الرحمن الرحيم بالقصبه هذا هو اللي واقع الان في 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 رد فعل المخزن على حكم قضائي خدموا عليه المحامين ورجعوا المراجع وبحثوا في القانون ونطروا نطروا كرش القانون وتقدموا قدام القضاء الذي لا يباع ولا يشترى قضاء اللي ما قد حد يجي يتصل به صاحب الدجاجه يقول له اعطي اعطي الفلان اربع سنوات والله اعطي الفلانة خمس سنوات والله اعطي الفلانة الكاش والله اعطي الفلانة الغرامه والله يعني قضاء نزيه قضاء يحترم نفسه قضاء عارف بانه فم من اجل احقاق الحق واعطاء الحقوق لاصحابها فجابوا اعوان المخزن ليدافعوا عن روايه المخزن ولا راكم عارفين روايه المخزن شيء هي تعالوا نقولها لكم رئيس جهات الداخله هذا هذا واحد من مواقع مواقع المخزن في المغرب يقول المنتخبين هما اللي كيمثلوا ساكنه الصحراء وقرار المحكمه الاوروبيه ما عنده اساس قانوني هذه هذا كلام هذا كلام الخطاط ينجا لاحد المواقع المخزنيه في, في 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 الزريبة المنتخبين هما اللي كيمثلوا كي وهنا راي كذلك يعني هناك ملاحظة حتى على الصياغة أولا صحراوي ما يقول لك كيمثلوا كي ما يقول لك كيدخلوا كي ما يقول لك كيمشوا كي ما يقول لك يقول لك يمشوا يقول لك يدخلوا يقول لك فسبحان الله يعني من كثرة ربط عزكم الله الحوار مع مع سمو عركاش بدل حتى 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 كلامه سبحان الله ما تلقى قاعد يتكلم حتى بكلامه هو كلام اهله وكلام وكلام اصله وكلام تاريخه عاد باغي يتبع وحدين لا اصل لهم ولا شرف لهم ولا حتى لانه اصلا ذاك اللي واضع الدرجه وذاك <applause> اللي واضع الدرجه كان يتوتي على ما اعتقد تات 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 كان اصلا يتوتي وهذا سبحان الله يعني يتركون كلامهم بالحسانيه اللي 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 عنده مذاق وعنده عذوبه ويتبع لي انا كامات كا كي كيمثلوا كي اصغر حنا خليناكم مع كيمثلوا كي كيمثلوا ساكنة الصحراء وقرار المحكمة الأوروبية ما عنده أساس قانوني الله وشكون قالها؟ قالها طبعا الخبير الخبير ما شاء الله الخبير ضالع في في القانون الدولي اللي طيح سنيه في القانون الدولي واللي أمضى 100 عام وهو يدرس القانون الدولي وما شاء الله ما خلى محكمه ما خلى يعني ما خلى قضايا موجوده ما شاء الله القضايا التي رفع فيها ونجح فيها ويعطي الدروس طبعا لمحكمه العدل الاوروبيه ويقول لها بان هذا يعني هذا قرارك انت لا اساس لا اساس قانوني له شكون هو شكون هو القانون عند هؤلاء يعني ما معنى القانون عند هؤلاء هو الزرقلاف هو البيع والشراء هو المليارات التي تصرف على شراء الاكباش أكباش،, اكباش الانتخابات هو 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 تزوير اراده الناخبين هو آه شي شي يقبض الجهه وشي يقبض المجلس الاقليمي وشي يجر البلديه وشي وشي يسرق الميزانيه يديها للدار وشي وشي يعمر المازوط سيارته من من مازوط البلديه وشي آه، وفهمت وشي يوزع اموال اموال الصفقات على اصحابه هذا هذا هو القانون طبعا هذا هو القانون ولكن هذا هو القانون بمنطق المخزن منطق المخزن هذا هو القانون عنده اما الاحترام للقانون واحترام جوهر القانون والالتزام بالقانون هذا هذا لا لا اساس قانوني له دان قال لكم رئيس جهه الداخله رئيس جهه الداخله المغربيه قال لكم بانه المنتخبين هما اللي كيمثلوا ساكنه الصحراء شكون هؤلاء المنتخبين هو وحمدي ولد والدبد وحسن الدرهم وبولون سالك هذا هما ممثلي الصحراء ساكنة الصحراء هذو هم هما اللي يمثلوا لأنهم ما شاء الله جاوا بالديمقراطية وانتخبهم الشعب وعندهم ما شاء الله كفاءات وعندهم دبلومات وعندهم أحزاب سياسية وعندهم تأطير سياسي وما شاء الله عندهم تأثير على الشعب ويستطيعون على ما شاء الله يعني حولوا حولوا الصحراء الى الى ما نعرفهاش يعني ما شاء الله يعني نموها بشكل كبير جدا الى ان يعني اصبحت بطونهم لا تطرطق من مال العام ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني قمه قمه الاداء المهني والاداري والانتفاخي وكل شيء هذا هو القانون عندهم لانه المخزن خاص عنده قانون الخاص قانونه هو اسرق أسراق وبيع وزور وشري الناس و... الدنيا هانية ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة لن يحاسبك لا قانون ولا شيء ولكن حينما يأتي القانون الدولي ويضعك في حجمك الحقيقي يقول لك أنت راك ما تمثل إلا نفسك وتمثل الزرق اللي كنت توزع اللي يصل حتى ما هي لك لأن هذه الأموال التي يوزعونها هي ما هي لهم في كل الأحوال هذه أموال الشعب أو الشعب أموال الشعب أموال أموال الصحراويين معاطيهم لنظام الاحتلال المغربي الضوء الاخضر حتى يسرقوها باش يتم يكذب بهم ويستعملهم. اذا نرجع لكم للعباره المنتخبين العباره اللي قال الخطا ينشأ رئيس جهه الداخله يقول لهذا الموقع الالكتروني المخزني المنتخبين هما اللي كيمثلوا ساكنه الصحراء. شوفوا حتى العباره ما هي مفهومه. المنتخبين شكون هما المنتخبين واش هو منتخب شكون اللي انتخب الخطاطي جا منهم من هو اللي ينتخب شكون شكون اللي ينتخبوا عن قناعه تكلم عن القناعه انا ماشي نتكلم على على تستغلي بين القبيله بين قوسين ولا تستغلي العاطفه ولا والله والله تمشي تجمع يعني تكدس الاموال باش تجمع معاك واحدين شي من السمسارة يمشوا يجيبوا لك كران الناس ويحدوا لك لوائح الناس ويقول لك هذا اللي ندفعوا فيه 200 درهم وهذا 300 ولا طلع السوق تطلع الى 1000 درهم والله والله الف والله 2000 درهم باش تشتري اراده الناخبين وتمشي تسخر لهم الحافلات وتمشي تقابلهم عند مراكز التصويت باش يصوتوا لك وشي تطلب منه انه يدخل بتليفونه الى داخل قاعه الى الصندوق باش يصور لك واش صوت والله هذا ليس انتخاب هذا ما هذا ما عنده علاقه بالانتخاب هذا خاصه يحشم يحشم يتكلم عن الانتخابات لان الانتخابات في الدول الديمقراطيه وش كل عدى الانتخابات من يعني شكون اللي انتم اخترعتوا الانتخابات انتم اللي اخترعتوها المخزن هو اللي اخترع الانتخابات اللي اخترع الانتخابات هي الدول الديمقراطيه والدول الديمقراطيه اللي اعطت دمها من اجل الديمقراطيه ولكن تفكر في شعبها وفي وطنها وفي بلدها وفي, وفي مؤسساتها واعطت واعطت دمها باش باش تؤسس الديمقراطيه اما انتم راكم قبضتوا شين قال قبضتوا الاسم؟, الاسم الانتخابات و, و... فيها كيف بغيتوا خلطوا فيها المال الحرام وخلطوا فيها المصالح وخلطوا فيها المكائد والدسائس والكذب والخطابات الوهميه و... و... وعدم يعني علاقتكم بالشعب باش تقولوا للناس انكم منتخبين، اذا يقول لك المنتخبين هم اللي كيمثلوا ساكنه الصحراء وقرار المحكمه الاوروبيه ما عنده اساس قانوني، اصلا ما عنده اساس قانوني ولا يسوى بأي... ولا يسوى بصله. القانون اللي مجمع عليه محكمة فيها قضاة تطعح دروسهم في القانون ما يسوى بصلة قانونكم انتم اللي يسوى ما شاء الله قانونكم ما شاء الله اللي اللي يعتبر نبراس في القانون الدولي ما شاء الله قانونكم انتم في الزريبة هو أحسن قانون في العالم أحسن قانون في العالم اللي مولاه في الفيسبوك يمشي للحبس وإلى سرق مليار ما يتكلم فيه حد ولا يقد حد يحاسبه ولا يتكلم لوكيل الملك ولا يتكلم وكيل ما هو واكل الملك هذا هو القانون عندكم انتم اما القانون هذا القانون اللي في اوروبا واللي تعطات عليه الناس دمها واللي ضحات الشعوب وطاحت بالدماء وقطع الريوس و... 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 والمظاهرات والاضرابات والنقابات والاحزاب الحقيقيه والنقابات الحقيقيه والمؤسسات الحقيقيه هذا لا يساوي شيئا يعني ولا اسس قانوني له ما شاء الله ما شاء الله ولكن تربية المخزن لغة المخزن شو بغيتوا لغة المخزن كيف بغيتوا لغة المخزن بغيتها تكون مختلفة عن 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 شين قالوا الكذب المخزن أصلا كائن كذاب المخزن كائن كذاب يتنفس الكذب يعيش بالكذب خلاياه بالك خلاياه بالكذب الدم الذي يسري في جسده كذب او نشوف المنتفخ الثاني المنتفخ الثاني صاحب ماروخة وماروخة و... في الخبز ماروخة في المحراش الى الى يامس قال لك نحن الممثلون الشرعيون للساكنة الحمد لله شكون عطاكم هاي التمثيلية زرق الاف الزرقلاف هي اللي عطاتكم التمثيلية الشرعية الحمد لله أنه أن الأموال تعطي تعطي الزرقلاف وبالمناسبة شوفوا اليوم فرنسا فرنسا اليوم فرنسا فرنسا حكمت على رئيسها السابق القضاء الفرنسي حكم اليوم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بسنة سجن النافذة اليوم بسبب ماذا؟ بسبب الأموال التي استعملها في الانتفاخات لأنه يعني ركو عارفين سبحان الله سبحان الله المخزن هذا يبحث دائما على على اللي يشبه له سبحان الله يمشي المخزن ذلك ممكن ينفق ينفق دم جوفه باش يمشي يبحث على الكائنات التي تشبهه باش يتم يبيع معهم معاهم ويبزنز معهم ولكن في النهايه كل شيء ينفضح كل شيء تظهر حقيقته فرنسا اليوم تحاكم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السابق تحاكمه حكمت عليه بسنه ولكن هذا لا قرار لا لا شيء شيئا هذا القرار لانه صادر عن عن دوله ديكتاتوريه وقضاء ديكتاتوري وحنا اللي عندنا الديمقراطيه طبعا حنا الحمد لله في الزريبه عندنا الديمقراطيه ديمقراطيه دي امير المؤمنين ما شاء الله عندنا قانون امير المؤمنين عندنا وكيل الملك الذي يمثل امير المؤمنين وعندنا الوكيل العام الذي يمثل امير المؤمنين وعندنا القضاء ما شاء الله الذي يصدر باسم صاحب الدجاجه ما شاء الله والعدل والديمقراطيه كتبرت امير المؤمنين ما شاء الله ي يسموه ي يضر المؤمنين لا 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 حاشا حاشا أن أمير المؤمنين ينظلم عنده حد والله يبات حد جعان والله يبات حد مظلوم والله يبات حد في السجن ظلما وعدوانا لا 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 حاشا أمير المؤمنين في الزريبة ما شاء الله موفر القانون والديمقراطية إلى درجة أنه فاضت الديمقراطية وفاض القانون إلى درجة أنه عادي طايحة حتى على دول الجوار يعني ما شاء الله هذه العدالة عدالة أمير المجرمين ما شاء الله تنقلت حتى إلى الدول دول الجوار فأصبح التخمة في الديمقراطية في الزريبة قال لكم هو نحن الممثلون الشرعيون للساكنة لأننا اشترينا اشترينا أصوات الناس احنا دفعنا الزرقالاف احنا دفعنا الزرقالاف ولاهي نجيبوا الزرقالاف كذلك من من الثروات الصحراويين ونجيبوا الزرقالاف آلاف من الميزانيات اللي اعطينا نظام الاحتلال المغربي لذلك نحن الممثلون الشرعيون شرعيون احنا الحمد لله شرعيون عندنا الشرعية والشرعية جاينا من الزرق آلاف وقرار المحكمة الأوروبية مناورة سياسية الله ما تلقى ما تلقى. مناورة سياسية شكون شكون اللي محركها والله يا نقول لكم لانهم عارفين انه ما كاين اللي يحاسبهم شكون اللي يحاسبهم وسط الزريبه ما كاين حد يحاسبهم وسط الزريبه ما داموا يغنون المعزوفه اللي نظ... اللي يعزفها المخزن وصاحب الدجاجه وامير المؤمنين ما عنده مشكله يقولوا مناوره سياسيه يقولوا مناوره نوويه يقولوا مناوره جزائريه يقولوا مناوره تونسيه يقولوا اللي يبغاو ما كاين حد لا يحاسبهم مناورة سياسية يعني مساكن هذو القضاة اللي يبحثوا اللي قبضوا الملف ويقلبوا هاك ويقلبوا هاك ويجيبوا القوانين ويطلبوا الاستشارة ويجمعوا وناس مادي ما القسم مادي ما القسم إلا جبتلو له يسلك الحبس إلا جبتلو له زرق الحبس تمشي تتربى شوي تتربى التربية التي لم تتربى في الزريبة ولكن طبعا ممكن على انه واحد من المنتفخين يصف هذا القرار بانه مناوره سياسيه، الله باش بالميراج ولا بالدبابه ولا ب... ولا ب... بالدرون ولا ب... مناوره باش ك... شكون ينفذها؟ جيشاش؟ <applause> <applause> وما كايلزمناش ونفس نفس شوفوا اللغه اللي قلت لكم يتبرعوا حتى من لغه اجدادهم. يعني يتبرون حتى من لغه اجدادهم أه قال لك أه وما كيلزمناش انت انتم ما قاعدين تقولوا ما يلزمنا قاعدين تقولوا ما يلزمنا لاش هذه ما كيلزمناش لاش هذه والله جابوا لكم مع الزرقالاف دخلت مع الزرقالاف دخلت مع الزرقاء وتخلطت مع 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 اللسان الى درجه انه الانسان ما تلاه عارف واش يتكلم بالحسانيه ولا يتكلم بالدارجه ولا يتكلم شي لغه ثانيه ما يلزمناش وهذا الشيء قالوا له انعدام المسؤوليه هذا الشيء قالوا له انعدام المسؤوليه لان اصعب شيء اصعب شيء في الزريبه هو انعدام المسؤوليه ولما نقول المسؤوليه راه ماشي هي المسؤوليه السياسيه فقط راه كاين المسؤوليه الاخلاقيه لا اخلاقيه يعود الانسان عارف راسه بانه عنده مواقف وعنده مبادئ وقد يصرح وقد يتكلم في موضوع معين <applause> عفوا <applause> يعطي يعطي وجهه نظره يعطي وجهه نظره في موضوع معين والله الا شاف مثلا الا شاف الظلم مثلا في مكان معين يتكلم ويدافع عن ويدافع عن الحق ويدافع عن المظلومين هذه قالها المسؤوليه الاخلاقيه لكن لما تشوف واحد ما هو الا منبطح المخزن و منبطح بملابسه الداخليه يعني ما قلع كل شيء قلعوا كل شيء هذو قلعوا المروءه قلعوا الشرف قلعوا الكرامه قلعوا 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 كل شيء في سبيل ارضاء المخزن وباش يعود المخزن يقول لهم والله انتم ما شاء الله قعد انت واحد خمس ان شاء الله اقبض البلديه خمس سنوات ان شاء الله ولا ست سنوات اقبض انت الجهه افعل فيها ما تشاء اسرق مع راسك واحد ست سنوات ولكن المهم على اساس انه الساعه ان نحتاجوك نجيبوك تتكلم لنا وتقول ما كيلزمناش وتقول عاد كا مرات كا وتقول اش وتعود حتى انت تشش تششي مع, مع 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 المششين اذا صح التعبير وانت عارف قررت نفسك بانك ما عندك لا علاقه لا بالانتخابات وما انك منتخب ولا انتخبك حد وما عندك على حد وما عند حد ينتخبك ما عندك شيء ينتخبك عليه حد ما عندك لا مستوى ما عندك لا رؤيه ما عندك لا كفاءه ما عندك لا ديبلوب ما عندك لا رؤيه ما عندك لا استراتيجيه ينتخبك علي عليها حد وقد يحاسبك غدا ولا عليها لا ما كاين علاقه بالانتخابات لا استراتيجيه ولا شيء بل انت حتى لا تنتمي حتى للحزب بالمفهوم الحقيقي للحزب يعني ما عندك حتى المفهوم الحقيقي للحزب انت راك قايل عنك في حزب الاستقلال كما تقول والمغرب كاع اصلا ما عنده الاستقلال باش, باش يعود عنده حزب الاستقلال اصلا المغرب جاب الحمايه الفرنسيه والساعه اللي كملت الحمايه الفرنسيه سنا معاها اكس ليبانو ومشات الحمايه الفرنسيه وخلى لك اعوان الاحتلال وراهم مازالوا اعوان الحمايه وراهم مازال معك اعوان الحمايه ولا زالت ثروات المغاربه تسرق وثروات الصحراوية تسرق ولا وما لا مقاومه ولا اي شيء من الشيء كامل اللي ينقال ولا ثوره الملك والشعب ولا واش الملك لا يعدل الثوره قد جبرته ملك يثور ملك عنده القصور وعنده الملايير وعنده الثروات لا يثور يثور على ماذا؟ يضيع الملايير ويضيع القصور. بات يبحثوا على وليوطي وذا كامل يعني القصه راكم عارفينها. اذا شوفوا هذو نموذجين هذو لا نموذجين اللي يتكلموا. وهما شكون هما هذو النموذجين؟ هما نفسهم اللي يمشي بهم نظام الاحتلال المغربي حينما يتعلق الامر بالمفاوضات مع جبهه البوليساري حينما يتعلق الامر بالمفاوضات بين الصحراويين الحقيقيين الذين يمثلون الشعب الصحراوي والذين ضحوا من اجل الشعب الصحراوي واللي لا زالوا الى حدود الان يدافعون عن حق الشعب الصحراوي حينما يريدون ان يتفاوضوا مع المحتل المغربي لا ياتي المحتل المغربي لوحده لانه عارف راسه بانه ليس صحراويا وما عنده علاقه بالصحراء الغربيه لذلك يستنجد بمن؟ يستنجد بالكائنات المخزنيه الانتفاخيه اللي عاطيها ثروات الصحراويين وعاطيها الوكاله من اجل سرقه ثروات الصحراويين وادامه معاناتهم لا بد له يذهب بهم لا بد يجرهم معه ولا يعطيهم الحق لا في الكلمه ولا في بداء الراي ولا في المناقشه ولا اي شيء لأنهم عارفين بانهم اصطل على خوه لأخوه. على والمنبطح على والقابل واللي قابل الذل وقابل عدم الكرامة وقابل على أنه يبيع نفسه مقابل فرانكين من نظام الاحتلال المغربي باش يبني فيلا ويمشي يشري دار في قدير ويشتري واحدة في مراكش ويشتري فيلا في طرق زعير في الرباط ويقري ولادو يفوتوا شي في الرباط ويسووا يفوتوا شي في مراكش وبعد ذلك يرسلهم إلى الدول الأوروبية ولا جاب الله إلى قد مالي كذلك يشتري لهم شي دار في الدول الأوروبية يشتريها بطريقة فيها التهرب منها من من الضرائب وهذا احدثكم عن الحقيقه ما هو الكذب ما هو الكذب اذا هؤلاء هم المنتفخين اصحاب الزرقلاف اللي باقي نظام الاحتلال المغربي يقول لكم اه هذو هم الصحراويين هذو هم الصحراويين الحقيقيين هذو راهم معانا راهم مع ما راه الصحراء مغربيه ولكن لا يقولوها لا فلان ويقولها, ويقولها فلان ويقولها فلان لكن خلوا الشعب يتكلم خلوا الشعب افتحوا افتحوا الميكروفونات على هذه الصحافة المخزن ما تحور الشعب تمشي تمشي تنزل للشارع تقيس الديار عند الصحراويين تتكلم مع الصحراويين ما هو الساكينة الساكينة احنا قاعدين في المريخ هون الساكينة وراه الناس راه واحد المراكشي يمشي للرباط يسكن في الرباط حتى ويقولوا ساكنة ساكنة الرباط والله واحد الرباطي يجي يسكن في مراكش حتى يقولوا له الساكنة الساكنة السابقة اللي الرباطيين السا... الذين اصبحوا من ساكنة مراكش ولكن لان المخزن خدام خد على سياسة التوسع او التغيير الديموغرافي يعني قابض لك المنطقة وتم يعمرها بالاجانب وبالغرباء وجيب الناس يعني الفارين من الفقر والتهميش وقلة شيء وعدم الخدمة و... والباحثين عن عن السكر بثمن معين والزيت بثمن معين والدقيق بثمن معين والسردين فابور وهكذا ويغرقهم في المنطقه باش يقول لك انت هذو هم الساكنه وهذو كيفهم كيف الصحراويين وهذو رام ساكنه المنطقه وليسوا اهل الصحراء الغربيه اذا شكون اللي اعطى شكون اللي اعطى التمثيليه لهؤلاء اللي اعطاها لهم ليس هو الشعب ليس هم الصحراويون لأنه لو كانت هاي الصحافة حقيقية لذهبت إلى الشعب وحاورت الشعب وتكلمت مع الشعب وأعطتنا رأى رأى الشعب ويخلوهم يتكلموا في 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 حكم المحكمة علاش بالضبط جايبين هذين الشخصين بالضبط هذين الشخصين فقط واحد الداخل المحتلة وواحد العيون المحتلة ورأى يا لكم والله وصمة عار وصمة عار على مدينة العيون المحتلة يعود فيها مثلا كان فيها خليلهم ولد الرشيد قابض البلدية ومنين مرق منها أعطاها لأخوه حمدي ولد الرشيد وحمدي ولد الرشيد ولده كان في الغرفة ومشى ما نعرف من الغرفة ولد خوه في جل غرفة التجارة وحمدي ولد الرشيد في, في في الصغير في, في الجهة قابض الجهة معه في كم درك كم من عام راهي من ديمقراطية هذه أي ديمقراطية تقدم اي الديمقراطيه تقدموا اي اي الديمقراطيه تمشي مال للطنطان المحتل تجبر واحد كان في الوطية قبض بلديه الواطيه المحتله واعطاها لخوه كمل كمل هو الرئاسه خمس سنوات والله واعطاها لخوه وعادت البلديه لا كيف بلديه فلان ما بلديه الناس ما بلديه الناس ولا ثلاث بلدية, بلديه تابعه للداخليه ولا ولا ثلاث بلديه اداره عادت الخو من خو خوه وش نسيبو وش ولد خوه وش ولد اخته وش هذا الديمقراطية تاش هاي اللي تتكلموا عنها أنا هي الديمقراطية أنا هي الديمقراطية وانتم راكم تاكلوا الله في عوينكم راكم تسفوا الله عوينكم راكم تدمروا الله انفسكم ما المخزن والله ما عنده القلب عليكم المخزن والله ما يفكر فيكم، المخزن والله ما هو هامته لا تنميتكم انتم ولا ولا اقتصادكم ولا 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 الشغل ولا 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 لا 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 تنمية المناطق. مرا وهام فقط أنه تم ينتر ينتر الثروات من 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 المنطقة فقط. فقط. ديمقراطية الزرقالاف إذا هذا هذول الاثنين أرسلهم نظام الاحتلال المغربي باش يدافعوا عنه ولكن قبل ذلك قبل صدور هذا الحكم أرسلكم ما يسمى بوالي الاحتلال اللي هو بيكرات باش يتحدث قال لك عنهاش على أن الانتفاخات الأخيرة أنه هو هذا كامل يعني تخطيط للمخزن يعني هذه كامل مسرحيات المخزن مسرحيات يعني متناسقه متناسقه وفيها ممثلين وفيها المخرج وفيها المصور وفيها ياسر من الـ من الـ من الـ من الاطراف من اجل باش يصوروا لك شيء اللي هو وهمي اللي يجي تنقر عليه تجبر بانه لا لا وجود لاي شيء في في في, في،, في الواقع. والي الاحتلال والي العيون المحتلة خرج في تصريح وقال لك على أنه نسبة المشاركة يتحدث عن نسبة المشاركة في المنطقة على أنها تأكيد قال لك تأكيد لماذا تأكيد لمغربية الصحراء شوفوا كيف يبحثون لنفسهم لنفس عن مبررات هم عارفين بانهم ما كاين لا مغربيه الصحراء ولا الطاقيه الوطنيه ولا الوحده الترابيه ولا ذاك الكذب كامل عارفينها متاكدين منها ولكن يبحثوا على كيف يبزروا كذبتهم عن طريق ما يسمى بالانتخابات يقول لكم نسبه المشاركه كانت عاليه عن اية مشاركه واش انت لم تتشوي تنقر على الديار وتبيع وتشري مع الناس ب درهم بالزرق الاف وتبيع ب درهم وتبيع في الطنطان المحتل في الوطية المحتلة 10000 درهم للصوت 10000 درهم مليون سنتيم خالقة أسرة دخلت عليها 70000 درهم 7 ملايين سنتيم دخلت على أسرة واحدة فيها سبعة أفراد سبعة قبضوا 70 70000 درهم 7 ملايين سنتيم باش قال لك يمشوا صوتوا وفي النهاية قبضوا 7 ملايين ولا صوتوا على على هذاك المنتفخ فأرسل إليهم البلطجية أرسل إليهم البلطجية وفهم وعاث فسادا في 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 المحتله اذا شوفوا الاحتلال كيف يبحث لنفسه عن, عن 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 ادوات الشرعيه التي يفتقد التي يفتقد أه ولات باقي المناطق مثلا والي مراكش لن يخرج في تصريح مشى مثلا يتكلم عن نسبه المشاركه والله يتكلم عن النتائج لن يتحدث لن يقولكم لكم بانه نسبه المشاركه التي سجلت في جهه مثلا مراكش تانسيفت فهي تؤكد مثلا تؤكد انه مراكش تنتمي الى الزريبه المغربيه، لن يستطيع يقولها لكم. لن يستطيع. لانه بالنسبه لهم مراكش مغربيه. ونفس الامر بالنسبه لوالي الرباط، ونفس الامر بالنسبه لوالي وجده، ونفس الامر بالنسبه لوالي تطوان المضيق، وهكذا وطنجه وتطوان. لن يمشي يجيكم واحد الوالي يقول لكم بانه هذه المنطقه قد سجلت نسبه مشاركه وهذا ما يؤكد بان هذه المنطقه هي مغربيه الا في الصحراء الغربيه اللي عارفين بانها منطقه محتله وبانهم فشلوا في جعلها مغربيه طيله هي 45 سنه وراكموا الفشل في كل الاتجاهات فلذلك يبحثون لكم عن اي منفذ ليقول لكم بان هذه راي صحراء مغربيه بان الساكنه صوتت لانها متمسكه بكذا وكذا 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 تعالوا تسمعوا ايش يقول 16 56.30% اه الحمد لله <applause> الارقام 2016 2021 2026 2050 2040 سجل ما شاء الله نسبه التصويت لا ماشيه وترتفع لا ماشيه وترتفع الحمد لله وهذا ما يؤكد ان هذه الصحراء مغربيه واننا لن نفرط في شبر من ارضنا ولن نفرط في حبه رمل من الصحراء المغربيه وانه اذا أر... اذا اذا نادينا هذا الشعب سيموت جميعا من اجل الصحراء المغربيه هذا هو هذا هو كلام المخزن راك لك كوم 2016 ها كم نسبة المشاركة واليوم راه شوفوا نسبة المشاركة وما ذاك الكلام المخزن الذي لا يقدم ولا يؤخر شيء في جوهر الموضوع لأن هذه أرض محتلة هذه ارض موجوده في هو على مشارفه يعني على مشارف اقامته ليس بعيدا من من المقار اللي هو يتكلم منه توجد قال بعثه الامم المتحده لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه هو على بعد اقل من ثلاث كيلومترات توجد توجد بعثه قالها البعثه الامميه ايش تعدل هذه البعثه الامميه ايش تعدل فهم انتم ولعت هاي الصحراء مغربيه وحسمت الامور وانتهى هذا الموضوع ليش تعدل بعثة أممية كاملة بأعضائها وحرب وقتلى وجرحى والمستشفى العسكري والمستشفى المدني والمخابرات والاعتقالات والاختطافات والمناضلين ليش ليش هذه الصحراء كانت الصحراء مغربيه ونسبة الناس مصوتين ما شاء الله من اجل الصحراء المغربيه هما مصوتين على الحزب الفلاني والله على فلان والله على لا لا الصحراء المغربيه بساكين بساكين بئيس المخزن بقيس بئيس بئيس كيف قال عفوا كيف قال الرئيس ابراهيم غالي في في اخر مداخله المخزن غبي المخزن غبي تعرفوا غبي 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 مسكين غبي غبي ويت ويتوهم الذكاء هو غبي ولكن يتوهم الذكاء ذكي هو. وهو يظن على انه هذيك ذكي ذكيره راهو مطور وراهو يستطيع لانه يسلبك حقك يسلبك حقك وهذا بالنسبه له في حد ذاته بالنسبه له هو انتصار وذكاء وذكاء خارق <applause> هو وره... انت... انت ممكن على انك تقيم الذكاء انطلاقا من, من التزامك بالقانون واحترامك للقانون هذا هو الذكاء تحتارم المؤسسات تحتارم الدولة تحتارم الناس تحترم إرادة الشعب، تحترم تحترم حق حق الناس في في اسمه هو في 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 الديمقراطية. هذاك هو الذكاء. هذاك هو الذكاء. إذا تعالوا تسمعوا. 16 56.3 الحمد لله. واليوم الحمد لله. الحمد لله. تقريبا 67% الحمد لله هذا يدل على شيء انما يدل على ان آه. ساكنه هذه الجهه مم. من الجون والله ماشي وراء جلاله الملك وحد نسبة العاليه ديال آه. في اقل من الجنوب على قراءته القراءه, القراءة طيب داخل الوطن مم. ولكن القراءه المهمه والرساله المهمه هي لاولئك الذين يعادوا بلدنا مم. اولئك الذين يحتجزون ابنائنا مساك، ويسترزقون بهم مساك، محتجزين كتفين مسكين كلها ب... كلها طرحي مينوط كتفين مسكين هذو اللو... اسمه هو المحتجزين المحتجزين وكتف مسيكين ما قد حد يتحرك منهم حتى هذو في اوروبا هذه الجاليه الصحراويه كانوا مكتفة عندها المينوت لا تستطيع لانها تركب في الطياره اللي قيسة قايسه الدار البيضاء ولا الرباط لا تستطيع مكتفين مساكين. محتجزين حتى فرنسا محتجزتهم وبلجيكا محتجزتهم والجاليه الصحراويه الموجوده في اسبانيا محتجزين من طرف الشرطه الاسبانيه معدل لهم المينوت لا يستطيعون ان يسافروا للرباط والدار البيضاء ويمشوا نعموا بالوطن غفور رحيم سبحان الله سبحان الله محتجزين مساكن محتجزين كل اي صحراوي محتجز مساكين اما انتم احرار ما شاء الله احرار اعطي شي مغربي اليوم الفيزا قول له قول له راه عندك فيزا شي نشوف واش ايبات و... ايبات في الزريبه والله لا يلا قولوا اعطوا المغاربه قول لهم راه عندكم كاين 40 مليون مغربي راه كاين 20 مليون مغربي كاين فيزا شينغن وشوف شي بأ... واش واش دي يباتوا هذوك 20 مليون في المغرب والله لا لغة لغة منع عفد لغة القرون الوسطى محتجزين محتجزين وعد الشعب الكل اللي خحال في محتجزين محتجزين هذوك محتجزين اخواننا المحتجزين اراك انت اللي محتجز انت راك محتجز انت 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 قاعد في الرباط ومحتجز وفي مراكش ومحتجز وفي قادير محتجز اما هذاك هذاك راهو في مخيمات اللاجئين اما انت را راك لاجئ في زريبتك لاجئ في زريبتك وما عندك حتى حقوق اللاجئين مازال بعد اللاجئين راهم عندهم حقوق اما ترى انت, را انت راك في زريبتك وعند امير المؤمنين سبت سبت الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا او وما عندك حق أراك انت اللي محتجز، يعطوك فيزا الليلة والله ما تباتها، والله ما تصبح. أهل محتجزين وأمة المحتجزين، والشعب الكل خمسين مدوخ، بحال ببغاء يكرر, وغير يكرر. هو غير يكرر، اللي سمعها يكررها، هذوك خوتنا، وخوتنا، وما الله يهديهم، ارجعوا لداركم، تسمع قاعد هاديك لداركم، هو مرق من انت. مرق من هنا انت قيس دارك انت قيس دارك ليش قاعد انت في داري انا؟ تقعد في داري انا وتقول لي ارجع لداركم رجع انت لدارك نصح راسك بعد انت هي الاولى ارجع لدارك سير ارجع لدارك وخلي وخلي خلي ديار الناس خلي ارض الناس محتججين محتججين الحمد لله اشجحاخ باشا الفنيدق <applause> اكبر اكبر مثال طبعا كيف يقول زوز الحمد لله إحنا عندنا نسبة التصويت طلعت بها 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 الزرقالاف بها التزوير أصلا هي تطلع نسبة التصويت يا غير ما هي ما هي نسبة تصويت حقيقية ما يخلي وما الزرقلاف ما يخليها دار ما يخليها مكان صار ألف درهم ألفين درهم للصوت والمقدمين والشيوخ والقياد والبشاوات وشي وفهمت الحرب والتجمعات الكذيب والوعود الفارغه وشيء يضحك على هذه السماره المحتله والله السكان ما يسمى بالمخيم في السماره المحتله سنفعل لكم وسنكذا كذا ولا لكم كذا والربيب وزيد والكذب والاحمر والزرقالاف الاف حق الناس حق اصل, أصل, أصل تطلع لكم تم نسبه المشاركه يا غير مزيان مز... ديالكم شمس لكم ما يعطيكم ولا شيء الشرعيه ماكم ماك ما يجيبوا بها الشرعيه ما, ما هي خالقه الشرعيه عندها طريق وحده هو احترام القانون انا ذاك تعود عندك الشرعيه وتجيب شرعية انت ما عندك الشرعيه مهما مهما تستعمل الوسائل الكاذبه وتستعمل الظلم وتستعمل الاستبداد وتستعمل القمع آه الحمد لله المحتششين الله يهديهم ولا انت يهديك الله سبحانه وتعالى وترجع لدارك ترجع لدارك وتخلي لهاي الارض لهنا يهديك الله حق حق علاش انت مخلي ارضك ومخلي بلدك وخلي الطبيعه تقول وعندك الاشجار وعندك الانهار وعندك القرينه الكحله عندك في السم هو في في, في, في الزريبه اللي مخليها اللي وراك وجاي الى ارض الصحراء الغربيه وقال عام من ارضها القايله من النهار وتقول لهم ارجعوا لنا الوطن غفور رحيم على هذا الوطن ما يعود غفور ورحيم معك انت بعد كاع هي تعود في ارضك قاعد في ارضك وعايش في ارضك وت... وتفتح شارج على... على جارك وعلى اهلك وعلى عائلتك، علاش مخلي انت راكب راكب في الكيران و... وقاطع تقريبا واحد المسافه 1200 كيلومتر باش تجي لارض الصحراء الغربيه باش ت... تقول عنك تستفد من من الثروات، على ما تقعد في ارضك؟ امم نسمعوا بلا نكملوا هذه رساله لهم بان ابناء الصحراء لهم اليوم ممثلوهم وبنسبه مشاركه فقط فاقت ماشي فقط فاقت سته أه سبعة وستين بلين. الحمد لله فإن <applause> هنيئا انا اصلحك هاني انا لكم بالتصوير هنيئا لكم بالتصوير كالعاده نحن كذلك نهنئكم بالتصوير والكذب والتضليل وزرق نهنئكم خالص التهنئه حتى المشاهدين الذين يشاهدون هذا اللايف يهنئونكم ما شاء الله احسن تهنئه قاع الى الى طلب الامر نرسلكم لكم الورود نهنئكم بانجازكم بالكذب تضحكوا على الشعب لانكم ما شاء الله بارعين لو كنتوا لو كنتوا تقضوا لو كنتم تقضون نفس الوقت اللي تقضونه في التخربيق وفي التخرويط لو كنتوا تقضوه في في في, في احترام القانون واهلي ابن اللي تعودوا ولكن تحبون التخلويض تموتوا على التخلويض تموتوا على التخلويض عندكم علاقه روحيه مع التخلويض مع الت... مع الت... مع الزرقلاف ومع الكواليس ومع اللي تنجح انت داس عارفه عارفه بانه حمدي ولد الرشيد لن, لن يغادر البلديه وعارفين بانه حمدي صغير لن يغادر الجهه وعارفين بانه خطا طنجه لن يغادر الجهه <applause> اذا لماذا هذا الطير والصراعات طي 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 وشي ما نعرفهاش وشي يقيس هذا في الدار وشي يقول كذا والديمقراطيه والبيان الفلاني والحزب الفلاني ولا ينجمعون ترى على انا لك على البلديه وانت بعض الجهه هذا اش هذا الديمقراطيه اش هي المصيبه الكحلة؟ اش هي المصيبه الكحل وتقوم بعد ذلك تعطوا الدروس للقانون الدولي تعطوا المحاكم الاوروبيه اللي... اللي اللي تحكم حتى على الرؤساء السابقين ترسل الرؤساء السابقين للحبس ترسلهم حينما يخالفون القانون وترتفع عليهم دعاوى يرسلوا للحبس يدخلوا الحبس معهم حال الشعب عفوا هو ونحن كذلك يعني ونحن نبحث عن, عن 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 ما يدلل على كلامنا وعلى صدق كلامنا لقينا لقينا فيديو اخر لهؤلاء هذه الكائنات المنتفخه هذه الكائنات المنتفخه اللي يرفدها المخزن كيف الباليزه ويطلعها في خطوط لارام ويطيح بها في بروكسل ولا يطيح بها في جنيف باش يزور يزور الحقيقه اللي موجوده في الصحراء الغربيه هذا هذا هذه واحده من جلسات الـ الـ الاتحاد الاوروبي اللي كان فيها كان فيها اه اللي كان في... اللي... اللي من خلالها استعمل استعمل المخزن كذلك بعض اعوانه باش يقنعوا الاتحاد الاوروبي انه هذه الفلوس راهي لنجني من ثروات الصحراويين اللي نجيبوها من المناطق المحتله هذه الثروات راهي تقيس الصحراويين وشكون اللي جابوا؟ ما جابوا انسان بسيط جدا يقول لهم مثلا انا راهي تدخل علي آلاف درهم كل شهر وانا قاعد في الدار ماني خدام ما, خد ما شيء راه تدخل عليه 10000 درهم من عائدات السمك اللي تجيبه من الصحراء الغربيه شكو جابوا جابوا المنتفق وعد المنتفق محمد لمين حرمه الله من الداخل المحتله اللي حتى هو داخل في هذا المصيبه الكحله على هذا الطيار وانطلاق انطلاق طائرتين حربيتين شكرا وليد مرحبا وسهلا اسمعوا شو يقول في في جلسه البرلمان الاوروبي اسمعوا شو يقول اسمعوا الكذب

et de m'écouter en tant que Sahraoui. Je me présente, je suis Sahraoui, je suis membre d'une tribu Sahraoui, et je suis de père et de grand-père Sahraoui. Le tarif des tribus Sahraoui est décliné par la démocratie. Allez-y, Mohamed. Pour ce qui est de la question de la représentativité de la question sahraoui, cette question a été déjà tranchée de la manière la plus démocratique. Historiquement, le territoire a connu deux manières et deux modes de. Quand tu as dit le territoire est occupé, là. On remonte à 1975-75, il y avait d'abord ce qu'on appelait l'association sahraoui qui regroupait les, les chioux, voilà, donc les, les leaders de chaque tribu sahraoui. Mm -hmm. Le deuxième mode de choisir les, les représentants de la population, population sahraoui, c'était le parti PUNS, qui est le parti de l'Union nationale sahraoui. <muchin> que ce soit l'association sahraoui des, des Chouk, des, des, des tribus, ou bien le PUNS, donc le parti, ils ont tous les deux présenté leur allégeance au chef d'État marocain. Qui est le roi du Maroc, le souverain <mettis> Nous, la population sahraoui du sud du Maroc, nous représentons <mettis> valeur aujourd'hui 80%, donc la majorité de la population sahraoui. اليوم السؤال مطروح أين هي الشرعية البريزاري في الصحراء؟ السؤال المطروح والذي نتحدث عنه ما هي تمثيلية التي تمثلها البريزاري. Ensuite, et en relation automatique avec la question de la représentativité, comment le Polisario peut revendiquer son statut de représentant légitime de la population sahraoui Je suis capable d'affronter le sar, et le, le Polisario et l'Algérie qui tous les deux défendent ce statut-là. هذا المشروع هو اليوم نحن عندنا شخص نحن عندنا 3000 مستشار جماعي اللي طالع في الانتخابات الشرعية اللي معترف بها دوليا وعالميا واوروبيا. بالزرقاء لا. ممثلا حقيقة للشعب الصحراوي الموجود في المغرب De notre côté, on répond à la question de la représentativité démocratique de la manière suivante. Au Sahara, il y a aujourd'hui 3000 élus, entre les élus locaux, régionaux, qui représentent cette population et qui parlent euh, en, en son nom. Et parmi cette population, il y a 26% de femmes. نحن هما اللي طالعين الديمقراطية من الأصوات ومن الانتخابات الشرعية. الآن نحن هما لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو ما قالك اللي داس بالديمقراطية ما شاء الله. وبالصناديق ما شاء الله بالصناديق والديمقراطية غير ديمقراطية الزرق ألف <applause> شفتوا التصوير وهذا راه ما جاي هو من نفسه حتى قاعنا ما نقولوا انه راه لا باغي يدافع فعلا عن نفسه وباغي يدافع على على التوجه اللي هو فيه راه جاي وحده جايبوا المخزن مركبوا الطياره المخزن مقلص عليه المخزن لوطيل مخزن لو كيل شراب مخزن لارجون دو بوش المخزن, المخزن،, 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 المخزن، الترجمانه من المخزن كل شيء المخزن كل شيء المخزن وما عنده علاقه بالشعب المغربي لان يعني الشعب المغربي مسكي راف وعلى الواد في مشاكل الحقيقيه وحتى لما تكلم لك قال لك الولاء للملك ماشي الولاء للمغرب لا الولاء للملك الملك راه نفسه حتى هو رحالة جراف دبشو وطرحوا في المغرب مخاطب الشرعي والقانوني مم. والديمقراطي باسم الشعب الصحراوي ونحن الصوت ديالنا هو اللي كيمثل الشعب الصحراوي اه بزرق كونسيديرون دو سي لا ك لا فوا لا فوا ليغال هي لا voix légitime de cette population nous sommes représentants de la خروج الاسبان من الصحراء لم نكون نتوفر على شيء اليوم <applause> والله الاسبانيه خلات لكم الطرقان، والله اسبانيا اللي خلات لكم الديار والله لا اسبانيا اللي, اسباني اللي خلت لكم الادارات، والله الإسبانيا اللي خلت لكم الديمقراطيه، سولوا أهل سولوا اهل العيون المحتله، سولوهم على على العهد اللي كان فيه الاحتلال الاسباني. والله لا خلت لكم المدارس. والله اللي خلت لكم التعليم الجيد. اش خلت لكم الزريبه؟ قولوا لي اش خلت لكم هاي 45 سنه. وهي معاكم 45 سنه وهي وهي هي هي, هي محتله الارض خلت لكم؟ مستشفى واحد ما قد تبنيه بالمواصفات اللي خاصه يكون مستشفى واحد في كل الصحراء الغربيه في كل الصحراء الغربيه وفي واد نون المحتل وفي الطنطان المحتل وفاسه وفي الزاق المحتلتين واهل مجرم مستشفى واحد اللي منين يجلس واحد منكم يعرف بانه لا يجبر العلاج المطلوب واحد أعطوني مستشفى واحد ياك ملايير السنتيمات تمرق يومياً من الصحراء الغربية ملايير السنتيمات تنهب يومياً من الصحراء الغربية عندهم أسبوع مداخل أسبوع ممكن يبنون لكم لكم أحسن مستشفى في الصحراء الغربية مداخل أسبوع أسبوع معه 45 سنة ألا أسبوع ممكن يبنوا لكم احسن الجامعات بما داخل اسبوع من ذا اللي يسرقوا من عندكم من الصحراء الغربيه يا غير ما عينهم يا ما هم باغين ما هم باغين يبنوا لكم لا مستشفى وما هم باغين يبنوا لكم جامعه ولا هم باغينكم تعودوا شعب ولا هم باغينكم تعودوا دوله ولا هم باغينكم تعودوا اصلا موجودين على على على, على 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 على, الكره الارضيه مسبانيا ذا اللي خلات لكم راهو شاهد عليه الاجيال انا كاع ما فيه غير شفت بعد المخلفات والفساد والمخدرات اللي خلت لكم جاب لكم جاب الحشيش رعاية تبارك الله اي زنقه تجبر فيها الحشيش والحشاشه واللي يبيع الحشيش واللي الناس الزينه كاع اللي كان 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 تاريخ كان تاريخ يضرب به المثل من نهار تخلط تخلطوا مع مع, مع حشيش المخزن سمعتهم قضت التراب. واحدين قاع ما كنا نظنوا ابدا في يوم الايام على انهم يلحقوا لدرجه انهم يعودوا حتى هم يبيعوا ويشتروا في الحشيش المخزني عائلات في عائلات في عائلات في اسماء في اشخاص في ك... كذا جاب لكم المحتل المغربي لا الويل والفساد وتزوير الانتخابات وسرقه الثروات والقمع والاختطافات والمقابر الجماعية واللجوء وكل شيء لا الويل الأحمر على العمل وعلى الاتفاقية ديال الكوميتي أوروبية وعلى العمل ديال الدولة المغربية ولا عندنا مستشفيات ومدارس وتعليم إن <applause> لله وإنا راجعون هي هاي المستشفيات منين هو التعليم هذا اللي تتكلم عنه؟ منين هو التعليم في الزريبه اصلا منهار اصلا في الزريبه قاعد ذيك اللي في الرباط ذيك اللي حذاء في السوتي... السوتيله القصر ذيك اللي ما بينها مع القصر لا لا خمس دقائق ما جبرت التعليم ولا جبرت المستشفى ولا نتكلم لك من فراغ راني 25 سنه وانا في الرباط راني ربع قرن تعرف ربع قرن ربع قرن وانا في الرباط ربع قرن 25 سنه من ساعة اللي كراعي للدراسة في 1995 ما هي مستشفيات منين المستشفيات اللي يتكلموا عنهم ومنين هو هذا التعليم اللي تتكلموا عنه اللي جابوا المغرب وتكوين اصلحك مطارات اصلحك الطرق حق الطرق خاص الطرق اللي اللي يموتوا فيها الناس كل نهار مساكين اصلحك والله جابها المغرب هايك خصوصا هايك طريق طريق العيون السمارة المحتله ذيك تبارك الله جابها المغرب ويموتوا فيها الناس كل نهار لهم قادين قادين يغلبوا عليها 200 و La région était totalement un désert et c'est grâce aux efforts de l'État marocain et bien sûr de l'appui de l'Union européenne, nous avons pu construire des infrastructures, des hôpitaux, des écoles.

بالنسبة لي, 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 لي من الصحراوي ميتين وأربعين كيلومتر، شكراً ما آه, ماريان اللي بين السمارة والعيون المحتل خمسين ألف، خمسين ألف هاي اللي خدامة خد في الصيد التقليدي، الصيد البحري التقليدي. فيها كم من الصحراويين؟ هاي خمسين ألف، كم؟ وكم فيها من يوسفية والشماعية واسفي و... و, 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 و وبالجعد وبرشيد و... واهل مجر والصويرة والشياض ما و... وقادير و... كم؟, كم كم وخمسين ألف خمسين الف... 50000 واحد خدامه في الصيد التقليدي معناها على انه راهي تدخل شيء من الاموال لا تتصور تدخل شي من الاموال يوميا لا تتصور لا تتصور هاي هي اللي بيها قد الانسان يجبر 10000 درهم في الشهر يقول قاعد في الدار ما يخدم ولا يردم ولا ولا وجع يمشي لاحسن مستشفى في العيون المحتله ولا في السماره المحتله ولا في الداخل المحتله ولا في بوشدور المحتلة يجبر مستشفى <applause> يا غير منين هو المستشفى ومنين هي المداخيل ومنين هي البنيه التحتيه ومنين هي الطرق اللي تتكلموا عنها ومنين هو التعليم ومنين هو منين هو منين هو ومنين هي الفاضله اللي تلتق يوميا اللي توكلها الصناديق السوداء باش متجيش تكذبوا على الناس في العالم تقولوا ما هي الصحراء مغربية والسحراب غريبيه والوحدات الترابيه وكذا والثروات ديال الناس ديال الصحراء كنعطوها للناس وراه الناس عايشين بخير وعلى خير وعندهم الدقيق فابور والزيت فابور والماء فابور والمازوت فابور والطريق فابور والطياره فابور وكل شيء فابور في، في في الصحراء الغربية كل شيء فابور بمنطقة بي... لدرجة أنه واحد في طنجة ولا كذا يقول لك نكره الصحراوية لأن عندهم كل شيء فابور أو أو خلي عنك طنجة وسير سير الصحراء الغربية يعيش فابور علاه ما تخلي عنك طنجة وتقيس تقيس الفابور سير قيس الفابور ما شاء الله راه من الساعة اللي تطرح في الصحراء الغربية وأنت في الفابور La pêche côtière, la grande pêche. Mm -hmm. Direct, il y a un pourcentage sahraoui, il y a encore 100 <coughs> 000 euh, personnes qui travaillent sur terre, sur le frigo, il y a les frigos de congélation, les frigos de TTV serrés, les poissons frais, les pincettes, <coughs> la farine de poisson. Il y a encore 1 million 000 tonnes qui déchargent sur le port de Dakhla et le port de Layoun qui, qui

Maintenant, la question. Nous on a maintenant 50% d'exports, de 550 millions d'euros qui exportent, 50% des poissons qui exportaient vers l'Europe, direct et le Japon. Il y a encore 850 millions d'euros qui exportaient pour tous les mondes entre Dakhla et Layoun. Maintenant, il y a... تعرفوا كم من ملايين اليوروهات شي 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 لا يو... شي لا يتصور كل شيء يلقوا المخزن لا يلق لا يوكل لا يبلع صاحب الدجاجه واللي مع صاحب الدجاجه واللي قابض الصيد البحري واللي قابض السماء واللي قابض التراب وكل شيء فهم شيء يدي الفلوس للخارج وشي البارامو وشي يبيه وشي يبيع وشي وشي يبيض الاموال وشي يبيع الحشيش وشي يجيب التجاره وشي يجيب المعسل وشي يجيب الحشيش المخدرات وش يجيب القار وش يجيب المصايب الكحله لا وجود لشي قالوا القانون شن قالوا القانون اللي تبتنا به الدول بارك علينا من هذا الشيء لانه هو شاين صنته صنته الكذب صنته الكذب حد يسمع هذا الشيء يقول عنه راه المغرب ما شاء الله المغرب ما شاء الله قابض اموال الصحراويين ويستثمرهم في المنطقه عادت عندهم العيون محتلة كيف كيف الدوحة والله كيف دبي لكن سي يعني العيون المحتلة ما يقد حد يرد لي اخبارها بلي اللي اللي جابها من 1990 وهذا هو اللي ما مخلي نظام الاحتلال المغربي يربح المعركة لأنه يستعمل يستعمل طرق غير قانونيه يستعمل طرق غير أخلاقية في معركته لأنه عارف بأنه في الموقع اللي موجود فيه هو موجود في, 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 في موقع ما هو قانوني وعارف راسه بأنه هاي الأرض هي أرض للصحراويين لذلك يبحث على أي وسيلة أي وسيلة باش يكذب على العالم ولكن لابد بد من تظهر الحقيقة شوفوا هذا الشيء هو 2018 ورأي الحقيقة ظهرت اليوم في 2021 يربح المخزن رأي تم يقول آه قرار لا قرار لا قرار لا قانونيه له قرار لا جدوى له قرار لا لا يغير شيء قرار حق هو لا هو اي شيء اي شيء قال القانون لا يغير شيئا في عقليه المخزن به اللي غبي المخزن غبي بدل كيف قلت لكم عليه يعطي الصحراويين ارضهم ويكفي المغاربه شر القتال ويرفد جنوده ويديهم يبني بهم المغرب والله يصنع بهم المدن والله والله يحمي بهم حدوده تعود عنده علاقات جيده مع الجزائر تعود عنده علاقات جيده مع اسبانيا وتعود عنده علاقات جيده مع المانيا ويعود كيف كيف الدول الاخرى راجع لورا راجع اللورا ينهش ينهش ويكذب ويضلل ويضيع وقته في الاخوار خاوي ويزعج المنطقه كامله يزعج الجزائر ويزعج موريتان ويزعج الصحراويين ويزعج امريكا ويزعج كل حد كل عاقل يزعجو لانه نظام مارق نظام مارق والساعة اللي يكتشف الحقيقة ولا يرغم على انه يكتشف الحقيقة انا ذاك ستكون نهايته لانه هو نظام غير ديمقراطي لا يستطيع ان يعيش في الديمقراطية عدو الديمقراطية عدو الديمقراطية وانا لا اتحدث من فراغ انا اتحدث لكم بالوقائع اليومية اللي نعيشها كاملين عدو الديمقراطية عدو الديمقراطية أحييكم أينما كنتم أشكر لكم خالص المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته